الكاميروني اللاعب رقم 13 رونالدا وأونغا، اللاعب الكاميروني اللاعب رقم 17 ولدينا لقطة خطيرة الشيخ الهجراوي، يأتي بكل النوايا ويسجل أول أهداف هذه المباراة مبكرا. الشيخ الهجراوي يعلن راية التحدي ويتقدم هنا في هذه المباراة. أول أهداف هذا اللقاء يأتي لصالح كتيبة شيخ الهجراوي، شيخ الأندية بالأحزاب يبحث عن إيجاد نفسه، يبحث عن العودة للواجهة من جديد هنا في هذه المباراة، يريد مسك الختام والتقدم للأمام قبل أن يأتي جوكيكا. ما الذي حدث في اللقطة الماضية؟ ما الذي أتى في اللقطة الماضية؟ الانطلاقة الرائعة والجميلة وبعد ذلك التسديدة والركنة بشكل أكثر من رائع، يتقدم من خلالها الفريق الهجراوي بهدف مقابل لا شيء. أوه